السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد أو كي بي. اليوم عندنا مقطع جديد راح نتكلم فيه عن أفضل سلاح سنايبر موجود في لعبة ريد ديد. راح يكون المقطع جدا بسيط ومختصر، راح أتكلم عن مميزات كل سلاح وإيش راح يكون الأفضل والمناسب لك. ما راح أقول لك هذا أفضل عن ذا إلا بعد ما أنتهي من عرض مميزات الأسلحة. ونروح للكتاب أو الدفتر. رايفلز، أوكي، عندنا الرولينج بلوك رايفل وعندنا الكركانو رايفل. تمام، راح أتكلم عن الرولينج بلوك رايفل. الدمج والرينج تعتبر عالية مرة، والفاير ريت بطيء جدا، اللي هي سرعة الطلقة بطيئة جدا. الريلود كذلك بطيء. بالنسبة للأكيوريسي أكيد طبعا سنايبر الأكيوريسي فيه عالي، ما يختلفوا عن بعض. يعني نروح للكركانو رايفل. الدمج أقل من الرولينج بلوك. الرينج نفس الشيء. الفاير ريت اسرع، وفرق راح تحس فيه خلال اللعب. طبعا في فرق للامانه يعني جدا واضح. بالنسبه للريلود كذلك برضو اسرع. الاكيوريسي زي ما قلنا برضو نفس الشيء. طيب بالنسبه للرولينج بلوك، لو كان ايمك حلو وضامن الون شوت من مره، ايمك ممتاز، نصيحه لك خذها، معناه ارخص لكن هي افضل للامانة من ناحية الدمج، ويعني مضمون انه لو طخيت واحد يعني راح فيها، بس عيبها زي ما قلنا بطيئة. بالنسبة للناس اللي ايمهم لك عليه يفضل ياخذ الكركانو رايفل، لانه راح تكون مساعدته من ناحية انه لو ما جت الطلقة الاولى عندك السرعة في انه تطلق الطلقة الثانية. هذا بالنسبة للكركانو يعني. بس اذا كان ايمك حلو زي ما قلنا الرولينج بلوك ممتازة من ناحية الدمج، يعني طلقة طلقتين بالكثير انتهى بالنسبة لهذا يعني. ها، لكن لو ايمك مو كويس تبغى شيء يساعدك يعني تحاول اكثر من مرة عشان تجيب العدو، خذ الكركانو. وفارق السعر يعني السرع، ما حد سمع. المهم فارق السعر بينهم بسيط جدا، يعني ما هو ذاك الفارق الكبير. فأنا بالنسبة لي أشوف، مع أنه أيمي مرة بيض ما عندي أيم كويس، لكن جربت دي وذي أشوف الرولينج بلوك مرة حلوة. أصلا إحساس أنك تطلق على الواحد ويموت بسرعة يعني شيء رهيب، يحتاج له أيم. بس اللي ما عنده ايم يتدرب عشان يجرب ذا السنايبر، وربي مرة رهيب مرة رهيب. بس الثاني يعني كسرعة كويس. عموما بس هذا كان مقطعنا يعني لليوم، حبيت اتكلم عن السنايبرات. في المقاطع الجاية راح اسوي مقارنات ثانية بين فئات الاسلحة، نفس الفئة تكون يعني اهم شيء عشان يعني تستفيدوا. هذا كانت نهاية المقطع وبس. والله يعطيكم العافية، لا تنسوا زر اللايك، شير، اشتراك، وسلام عليكم.